أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا أعطى الوالد جميع أولاده عطية بالسوية وقبضوه، هل يجوز للوالد الرجوع عن هبته؟ إيه نعم، الوالد له أن يأخذ من مال ولده وصية أو غيرها، يجوز له أن يأخذ من مال ولده: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.